السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب دايما تكونوا كده بخير وفي احسن حال بإذن الله. طبعا الشتاء بقى بدأ يدخل، واحلى اكلة معروفة في الشتاء هي المحشي الكرنب. ما عملتوش معاكم ولا مرة، حبيت ان انا اعمله معاكم النهاردة. وطبعا بقى جوزي اجازة وكده، فلازم بقى ايه نعمل اكلة حلوة كده الناس كلها بتحبها، وهو هنعمل اسهل حاجة هو المحشي الكرنب. طبعا انا ما عملتش اي حاجه، كل اللي انا عملته ان انا بس قطعت الراس اللي فوق دي وشلتها بس، وفككت الحاجات اللي هي بتبقى هنا دي، الخارجيه دي بره، بره الغلاف كده بتاع الكرومبايه، شلتها كده زي ما انتم شايفين علشان خاطر بس هي ايه بتبقى في حاجات مقطوعه منها، والكرومبايه هنا كبيره خالص ما شاء الله. دي هنزلها زي ما هي في المية المغلية، وبحط في المية المغلية ملح وكمون فقط لا غير. بس كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، انا دلوقتي هنزل بالصلصة. بسم الله. بصوا انا دي لسه هعمل كمية تاني، يعني انا كده ايه هنزل كده بالصلصة عشان خاطر تتسبك، واعملها هعملها التسبيكة بتاعت المحشي، بس انا لسه هعمل كذا صلصة تاني. بس انا حبيت اوريلكم ان انا بعملها ني في ني، بنزل الاول الصلصة وبعد كده ما بحمرش البصل، بنزل بعد كده الايه البصل، وبحب اعمل كمية كبيرة من الصلصة واخد منها حاجة حاجة، ما بحبش اعمل بمقادير في الصلصة. تمام، رجعت لكم تاني يا بنات. بصوا بقى، انا حاطة هنا مية تغلي علشان خاطر هنزل بالكرنبايه. بس اول حاجه هعمل ايه، هحط معلقه ملح كبيره اهي، معلقه ملح كبيره كده، وكمان هنزل بنص معلقه كمون، الكمون بيديله طعم حلو جدا. دلوقتي بقى ابتدي انزل بالكرنب. بصوا بقى، انا هنا جبت الكرنبايه، شلت منها كل الفروع بتاعتها اهي، ولسه هنزلها تاني لوحدها، بس انا القلب ده كده هدخله جوه كده هنا كله على بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو عندك حلة اكبر من كده هتنفع جدا، بس هي واحدة واحدة كده هتلاقيها دبلت وبدأت تنزل معاكي اهي. هتبتدي بقى الفروع دي تتفك اول ما تستوي اهي، هنسيبها بس كده لغاية ما تدبل، هتلاقيها بتتفتح لوحدها اهو. هرجع لكم تاني بقى اول ما احس ان هي استوت كده وبدأت تتفكك لوحدها. انا دلوقتي يا بنات اهو بعمل الصلصة، ومعايا هنا البصل ضربته في الكبة، انا بحب اضربه قوي، هشيل بقى كده الايه السكينة بتاعت البصل، وهنزل عليها على طول على الصلصة، لان انا ايه ما بحبش الصلصة تبقى متحمرة. انا هجيب معلقة معاكم وهنزلها اهو، جبت بقى معلقة، ابتدي انزل بقية الصلصة البصل. طبعا يا بنات دول حوالي نص كيلو من البصل، لان انا حطيت صلصه كتير، وكده كده انا بحب اعمل الصلصه بزياده، ولو اتبقت عادي بشيلها في الفريزر، ببقى عارفه ان دي تسبيكه المحشي، بتبقى سهل عليا بعد كده اهو. هسيبها بقى تتسبك براحتها، وبعد كده هبقى انزل عليها بالتوابل قبل ما اقفل عليها. رجعت لكم تاني يا بنات، بعد ما خلاص بقى انا كده خلصت سلقه الكرنبايه اللي انا وريتها لكم الاول خالص، عايزه اوريكم بس احنا هنقطعها ازاي. بصوا انا معايا هنا اهو زي اهو واحده من الكرنبايه، اهم حاجه العروش دي انا بقطعها بمسكها كده اهي، طبعا دي صغننه، هبقى اوريكم واحده كبيره شويه. بصوا بقطعها كده اهو، ما بنزلش للاخر اهو عشان ما اعملش ايه هواليك كتير، وهبتدي اقسمها بقى يعني اطبقها كده. بصوا اهي هطبقها بقى كده معدولة اهو، وهبتدي بقى ايه هشوف لو انا محتاجاها مثلا قد الصابع هعمل كده اهو، بس اهم حاجة ان احنا ما نعرضش قوي الايه
الصابع بتاعنا اهو، تمام. تعالوا بقى نعمل واحده تانية اهي، ودي زياده، بصوا. ابتدي اقطع بقى كده، بسم الله. تمام كده يا بنات اهو. هبتدي بقى احطه في طبق على جنب خالص. اللي انا عملتها دي برضو معاكم، هوريها لكم اهي. هعمل معاكم واحده تانية، عايزه واحده تكون كبيره شويه اهي، بصوا دي كبيره شويه. برضو هطبقها كده، ومن عند العروش دي هبتدي اقطعها، بسم الله. طبعا لسه الصلصه بقى بتتسبك وكده، فعبال ما الصلصه تتسبك هكون انا ايه قطعت ان شاء الله كل الكرنب معايا، وهيبقى سهل. في ناس ما بتحبش تقطعه كله مره واحده وبتقطعه هي بتحشيه، بس انا بالنسبه لي كده بيبقى احسن كتير، لان كده ما بياخدش وقت اهو. طبعا انا قلت لكم ان انا اهم حاجه اغسله قبل الايه، يعني اول ما يخرج كده من الميه السخنه اقوم غسلاه. بصوا بقى اهو، هبتدي اقطعه كده وهقيس بقى عشان كله يبقى سوا واحد. بصوا هنزل بقى ايه برضو في نفس المكان كده اهو، شايفين اهو. خلاص كده يعتبر ايه مفيش حاجه تاني. هعمله بقى كله كده بنفس الطريقه اللي انا وريتها لكم دي اهو. بنفس الطريقه كده، هو ما فيهوش اي حاجه صعبه. ولو لقيتي الورقه قليله شويه ممكن ضعيفه شويه ممكن تتنيها كده، تمام. خلاص بقى هقفل معاكم عشان الفيديو ما يبقاش طويل، وهروح اقعد بقى واقطع واخلص التقطيع بتاعه اهو. يا بنات رجعت لكم، بصوا بقى انا اتقطعت خالص كله اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا ما قطعتش الكرنبايه كلها، سبت حبه كده. بكره بقى ان شاء الله وتبقى ماما هي اللي تقطعهم، بس انا عملت كده على قدي انا، يعني انا وجوزي وكده، فعملت حبه صغيرين. جبت بقى هنا خضره، الخضره دي غسلتها كويس جدا، خضره محشي. عباره عن ايه؟ عباره عن كزبره وبقدونس وشبت، حوالي 4 حزم اهم. احنا بنحب الخضره فيها كتير. غسلت معايا هنا 3 كوبايات من الرز اهي، 3 كوبايات من الرز. هنزل بقى بيهم هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. هشيل بس ده كده على جنب دلوقتي. هبتدي بقى احط الصلصه. الصلصه انا برضو عملتها معاكم، ما بحط يعني حطيت لها توابل، بس لسه هحط تاني مع الخلطه. هبتدي انزل هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، كبشتين مثلا او 3 على حسب ما كميه الرز تحتاج معايا. هجيب بقى التوابل وهرجع لكم تاني. رجعت لكم اهو، انا كده بس كل اللي عملته ان انا جبت التوابل وجبت الزيت. هفتح بس الزيت اهو. طبعا يا بنات التوابل اللي انتوا بتحبوها، انا هبتدي انزل بس بالزيت كده. الزيت هو اكتر حاجة هتخليه مفلفل معايا اهو. نزلت بحبة حلوين. هنزل بالتوابل، كمون عندي هنا واحد، اول حاجة كمون، توابل محشي جايبها من عند العطار، معلقة فلفل اسمر، معلقة شطة، نص معلقة جنزبيل، وتوم باودر وبصل باودر، معلقة كبيرة ملح، ومن في النص كده حطيت مرقة دجاج انا فرقتها. تعالوا بقى ننزل بالمقادير دي كلها، بسم الله الرحمن الرحيم.
نقلب بقى الخلطه كده واحده واحده. انا سبكت الصلصه حلو جدا عشان ما يبقاش فيها اي ميه او اي حاجه، لازم تكون متسبكه حلو جدا. ولو حسيت ان هي محتاجه صلصه هنزل تاني بالصلصه جنبي. انا كده كده مخليه الصلصه جنبي، كل شويه هبتدي كده اضيف لغايه ما احس ان هي مش محتاجه صلصه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. دي احسن طريقه يا بنات والله. طبعا يعني في ناس بتبدع اكتر من كده طبعا، وفي ناس بتحط لها فلفل، جوز الطيب، بابريكا، طبعا كل ده ممكن طبعا، بس انا حاليا بستخدم الحاجه اللي موجوده عندي في الشقه، فاهمين؟ بس واهم حاجه بس ان انتوا تقولوا لي تعليقاتكم وارائكم في الحاجه اللي انا طبعا بنزلها لكم، وتقولوا لي انتوا حابين اعمل لكم اكلات ايه تاني، يعني ايه نفسكم اعمله لكم. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم كده، واي حاجه قلتوا لي عليها هنزلها لكم ان شاء الله في القناه. بصوا انا كده خلاص مش حاسه ان هي محتاجه صلصه تاني، بالعكس لونها احمر خالص اهي. عندك بقى قرنين فلفل كده حاميين، قطعيهم معاهم هيبقوا جميل. بس انا ما بحبش احط فلفل، انا استكفيت بالشطه بس علشان خاطر الرفان بتاكل معانا طبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ريحتها جميله جدا، مش قادره اقول لكم جمالها بجد اهو. بصوا ولونها احمر خالص. هجيب بقى حله واوري لكم انا هلف ازاي. تمام يا ولاد؟ تمام. يلا رجعت لكم يا بنات. بصوا بقى انا كده جبت الحله خلاص اللي هعمل فيها المحشي. عندي بقى حطيت من تحت كده شويه ورق، زي كده ورق مقصقص كده من الكروم عشان خاطر ما تحرقليش القاع من تحت. معايا بقى هنا اهو المحشي، بمسك كده اهو ورقه الكرنب، بحط حبه هنا طبعا بفردهم. الكرنب زي ما انتوا عارفين ما بيتقفلش من الجنبين، مش زي الورق العنب. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي شايفين شكله؟ بصوا الصابع ملفوف جميل ما شاء الله. تعالوا بقى حطه بطريقه حلوه كده، هعمل معاكم كذا واحد بس كده، بعد كده هروح انا بقى اقعد اخلص مع نفسي اهو. بصوا الورق كله قد بعضه زي ما انتوا شايفين كده، ما فيهوش اي حاجه، يعني هو سهل جدا. بصوا انا عايزه اوريكم بقى لو في مثلا ورقه مقطوعه ولا حاجه، بنحط اتنين على بعض زي ما انتوا شايفين اهو. هنشوفها هنطلعها برضو حلوه اهو، عشان خاطر الرز ما يقعش كده. بصوا ولا كاني في اي حاجه مقطوعه. هخلص بقى الكميه كلها وهوريكم هنسويه ازاي. بصوا بقى يا بنات انا خلصت اهو الكميه اللي كنت عاملاها. انا قلت لكم ان انا مش هعمل الكميه كلها، هعمل بس على قد كده انا وجوزي. حطيت بس معلقه صلصه من فوق، وهنزل بمرقه دجاج كده من فوق الوش عشان تديله طعم حلو اهو. وكان عندي شوربه هبتدي انزل عليها واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ولعت عليه بس كده، مش هحط شوربه تاني لان مجرد ما يعدي بس اول صابع بس كده. بصوا يا بنات انا كده خلاص حطيت الشوربه، حطيت يا دوبك بس عدت صابع واحد من المحشي، هبتدي اغطي عليه. انا دلوقتي معليه النار خالص، اول ما هيبتدي يغلي كده والميه تغلي الشوربه بتغلي مع المحشي، هبتدي بقى اوطي عليه كاني هقفل. بصوا بقى يا بنات انا في المرحله دي ابتديت ان انا اوطي عليه خالص، كانه يعني كان الشعله هتطفي، وهسيبه بقى براحته خالص لغايه ما يكمل سواه علشان خاطر يبقى الكرنب مستوي حلو وما بيشدش معايا. وان شاء الله بقى هوريه لكم وانا بغرفه لكم تاني يا بنات. بصوا بقى خلاص المحشي كده استوى واتشرب خالص، تعالوا بقى نغرفه هنا كده مع بعض نشوف الحلويات والجمال. سموا الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
شايفين؟ بصوا ما شاء الله من تحت عامل ازاي، طبعا سخنة جدا. البخار مخليكم مش عارفين تشوفوا حاجة اهو كده. شايفين معايا شكله ما شاء الله حلو جدا. انا حبيت بقى ايه ادلقه كده، ما حبيتش ان انا افضل بقى ارص والجو ده، حبيت اوريه لكم كده وهو مرسوق يعني مدلوق كده زي ما بناكله في بيتنا وكده. يا رب ان شاء الله تكون حلقة النهاردة عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والتعليق والاشتراك. يلا باي باي.